السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى موعدنا المشهد. تجري يوم الغد الأحد جولة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس بهدف اختيار أعضاء البرلمان الجديد، وتراهن السلطة من جهتها في تونس على هذا الدور لرفع نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في الدور الأول ولم تتجاوز نسبة 11% حسب هيئة الانتخابات. وتتزامن الجولة الثانية أو الدور الثاني من انتخابات تونس مع دعوات متصاعدة لمقاطعة الانتخابات من السياسيين والنقابيين، وتأتي في ظل وضع اجتماعي متدهور بشكل غير مسبوق في تونس يميزه انتشار الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ونقص في المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع تزايد من جهة مظاهرات ليلية في كثير من المدن تقابلها من جهة أخرى جولات ليلية أيضا قادت الرئيس قيس سعيد لبعض الأحياء أين سأل الباعة عن مدى وفرة المواد الغذائية. في ظل هذا الوضع في تونس يحضر معنا لمناقشة هذا الموعد وهذه الملفات الأستاذ لسعد عبيد، أمين عام منظمة تونسية، أمين عام الكونفدرالية التونسية للشغل. أستاذ لسعد عبيد، مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا. أهلا وسهلا ومرحبا سيد العزيز. قد تصحيح خطأ صغير، هو أمين عام المنظمة التونسية للشغل. نعم، أمين عام المنظمة التونسية للشغل وهكذا هو مكتوب، شكرا لك. الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي والصحفي سالم بولبابا، مرحبا بك سالم وشكرا على تلبية دعوتنا. تحياتي لك أستاذ عبد الصبيع، تحياتي طبعا لك ولكل متابعي قناة المغربية، وشكرا كذلك لكم، الشكر موصول لكم على الاستضافة أيضا. العفو. ونشكر أيضا الأستاذ أحمد الكحلاوي النقابي والناشط السياسي من تونس الذي سيكون معنا عبر خدمة الهاتف من تونس. أحمد الكحلاوي، مرحبا بك. مرحبا بك يا أخي وب يعني مستمعين. شكرا لك أستاذنا أحمد الكحلاوي. نبدأ مباشرة في نقاش أهم ملفات هذا الموعد المشهد الذي يتناول الواقع التونسي. كيف يقرأ الأستاذ لسعد العبيد المشهد عموما، مع أن غدا ستنطلق الدور الثاني من الانتخابات في ظل هذا الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي كنا نتحدث عنه، ما هي قراءتك لهذا الواقع أستاذ لسعد عبيد؟ نعم، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي العزيز، وأحيي أيضا ضيوفك الكرام وأحيي كل مشاهدي القناة المغربية. وبالنسبة للوضع في تونس لا يخفى على أحد، وهو وضع متأزم على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومع الأسف نحن نقول أنها هناك انتخابات برلمانية غدا الجزء الثاني أو الشوط الثاني كما قال المنقلب بسعيد. معناها في حقيقة الأمر هي ليس وقته الآن هذه الانتخابات. الآن الشعب هو يبحث على الحليب ويبحث على الزيت ويبحث على السكر ويبحث على المواد الأساسية التي أصبحت مفقودة. في الآن نفسه هناك ما يسمى بالانهيار، انهيار المقدرة الشرائية للعمال والشغالين ولعموم الشعب التونسي اليوم. يقول قائل، عذرا أستاذ لسعد على المقاطعة، يقول قائل أن غياب المواد الأساسية هذه لم تكن سابقا وفي أي دولة من الدول حاجزا أمام استجابة المواطنين للانتخابات. يعني هناك دول كثيرة فيها ندرة لهذه المواد، ولكن يقحم المواطن نفسه في الشكل وفي الملف السياسي بكثرة وتكون نسبة الانتخابات عالية. إذن هل يتعلق الأمر بعزوف نتيجة انهيار اقتصادي أم أنه موقف سياسي؟ يعني هو الأسنان، لا أستطيع أن أنفي أن هنالك عزوف على الذهاب لصندوق الاقتراع لعدة أسباب. أسباب هي التركة التي معناها ورثناها من العشرية الأولى، من ناحية تأزم الوضع سواء كان أيضا السياسي خاصة وأيضا حتى الوضع الاجتماعي متأزم.
اليوم معناها في تونس لسنا على ما يرام لكي نخوض انتخابات، وخوض الانتخابات تكون بطريقة أو طابور الانتخابات يكون الآن من المفروض أن يكون على الانتخابات، لكن في الحقيقة هذا الطابور تحول إلى الوضع الاجتماعي، لأن نجد توابير لشراء المواد الأساسية. المواطن التونسي غير مستعد أنه ينطلق ويخوض تجربة أخرى ديمقراطية انتخابية في ظل هذا الوضع الاجتماعي المتأزم جدا جدا، إلى درجة أنه كل المخزون الغذائي الوطني من كل المسميات سواء غذائية أو طاقة إلى غير ذلك هي نفذت، وأصبحت هذه المخازن هي فارغة الآن. فكيف كما قلت أن ننفق المال 50 مليار من المليمات التونسية لتغطيه انتخابات في ظل أننا لا نجد مواد أساسية أهم بكثير من الانتخابات؟ انتخابات ممكن تأجيلها أو ممكن يقع تأجيلها حتى سنة كاملة، لا تؤثر على الوضع، لكن على مقدرة طيب. شرائية وعلى الوضع الاجتماعي طيب. للمواطن. لكن اليوم نشاهد أن هذا الوضع أثر على المواطن وجعل المواطن يجعل أولويته هو المشتريات، هو المواد طيب. الأساسية المفقودة في السوق هو نعم. طيب ابقى معنا أستاذ لسعد حتى نناقش هذه الأولويات، لأنه أولويات ربما لسعد عبيد هي ليست أولويات قيس سعيد بالتأكيد، وليست أولويات ربما كل المواطنين في تونس. أعود لي إليك أستاذ أحمد الكحلاوي للتساؤل في هذا الشأن. يربط الكثيرون وخصوصا ضيفنا لسعد يربط بين التدهور الاجتماعي في تونس، وهو حالة ملحوظة يعني ولا ينكرها أحد، وضعف المشاركة في الانتخابات أو ربما ترتيبها أصلا وربما تنظيمها في هذا الوقت. ما هو قراءتك أستاذ أحمد لهذه المسألة وهذا الربط؟ يعني أنا كان أقوم بمقارنة بسيطة تتمثل فيه أن هناك من حكم لمدة أكثر من 10 سنين، ثم جاء بعده من لم يتجاوز عام ونصف الآن. إذا نقول إذن بأن هناك أزمة، من يا ترى المسؤول عن هذه الأزمة؟ هل ذلك الذي حكم 10 سنوات وبين قوسين قبل أن يحكم لم يكن لنا في تونس أي أزمة اجتماعية أو يعني اقتصادية أو غيرها؟ نعم. فإذا نعمل مقارنة بسيطة، نعم هناك أزمة، وهذه الأزمة من يتسبب فيها؟ أنا أسأل في نفسي، من تسبب في هذه الأزمة؟ هل هؤلاء الذين حكموا لمدة 10 سنوات أم ذلك الذي حكم إلى حد الآن حتى أقل من عام ونصف؟ هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، الخزائن فارغة كما قال أحد المتكلمين الآن. إذا كانت الخزائن كما يقول فارغة والأسواق فارغة وكل فارغ، يعني كلها طلعت فارغة، هل هذا بسبب من حكم 10 سنين أم بسبب من حكم إلى حد الآن أقل من عام ونصف؟ إذن هناك تدهور اجتماعي كما قلتم في سؤالكم الآن. من المسؤول عن هذا يعني التدهور الاجتماعي؟ يعني هذه معزوفة الشعب، يبحث على الحليب ويبحث على الخبز وهناك عزوف إلى آخره. إذا كان ثمة عزوف أولا لهذا النوع من الانتخابات، لم نكن ننتخب بهذا الشكل، كانت الناس تشارك في الانتخابات وكأن الانتخابات عرض بصفة عامة ولم يكن هناك عزوف، ولكن النظام الانتخابي الجديد الأسلوب الجديد للانتخابات والترشح بالفرد هذا الذي تسبب في أن انتخابات الإعلام عليها ضعيف وضعيف جدا، الدعاية لها ضعيفة وضعيفة جدا. هذا النوع من الانتخابات الأخير يصح بدول مثل السويد ومثل البلدان المتقدمة والمتقدمة جدا، حيث أن البشر عندهم هناك يعني بمجرد جملة على أي وسيلة من وسائل الإعلام المتنوعة والعديدة فهو يركض إلى الانتخابات. مع العلم أن إيطاليا بين قوسين منذ تقريبا 5 سنوات شهدت انتخابات لم تتجاوز 5%. هذا ما بين قوسين.
أستاذ أحمد، في هذا السياق يعني هي في الحقيقة كل من يتابع هذه الانتخابات في ظل هذا الظرف الاجتماعي يربط بينهما، ولكن ما أشرت إليه من قانون انتخابي وما أشرت إليه من أسلوب انتخابي جديد في تونس يشير إلى أن المسألة حقيقة فيها كثير من المشاركة الضعيفة. لما تقول التونسي أنه سبع دوائر بالخارج، سبع دوائر انتخابية بالخارج لا تجري فيها انتخابات حاليا نتيجة لعدم ترشح أي من التونسيين لتمثيل الجالية التونسية بالخارج التي ربي بارك كثيرة في البرلمان الجديد. هذه سابقة أستاذ كحلاوي. سامحني، أنت ركزت على الجزء الثاني من كلامي، ومن فضلك إذا تسمح وتتفضل أنا تذكر أيضا الجزء الأول. نحن 10 سنوات هي المسؤولة، أم العام ونصف هو المسؤول يا سيدي، إضافة إلى أن نظام الانتخابات العصري والجديد والمتطور جدا لا يصلح بنا، لأن الانتخابات عنا عادة تكون مثل العرس، ومثل العرس هناك مشاركة كبيرة ولا توجد عزوف. العزوف حسب رأيي هو نظام الانتخابات، ولكن أيضا مسؤولية 10 سنوات التي دمرت البلد في كل مستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك. هذه حقيقة لا يجب القفز عليها، لأنها كل تونسي تتحدث معه تلقاه غاضب يقول لك توا عندنا 12 سنة ونحن نعانيو. تسألهم من شنو تعاني؟ يقول على الأقل قبل ال 14 جانبي كان ثم أكل، وكان ثم أجور، وكان ثم يعني أشياء، كان ثم سرقات، وكان ثم لصوصية، وكان ثم استبداد صحيح، ولكن كان هناك المواطن يمشي للسوق ويجد الخضر ويجد الغلال وبأسوان بسيطة وبسيطة جدا، ولا يتشكى من ولا يشتكي من 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 الأسعار إلى آخره. لكن 10 سنوات دمرتنا، وهذه حقيقة كل تونسي مستعد يقولها لك. هناك غضب شديد في تونس نتيجة 10 سنوات، وهناك إضافة إلى ذلك نظام الانتخاب الجديد الذي لا يصلح لبلدنا. طيب ابقى معنا أستاذ أحمد الكحلاوي، سنحيل هذا النقاش إلى ضيفنا الكاتب والصحفي بولبابا سالم. أستاذ سالم، يبدو أن مسألة الأزمة يحيلها الأستاذ أحمد الكحلاوي إلى مسألة تراكمية، وأن تراكم سنوات ما بعد الثورة وإخفاقاتها يقول على المستوى الاقتصادي والاجتماعي قد أدت إلى هذا الإخفاق الذي تعيشه تونس اليوم على مستوى كثير من المستويات. فهل ورثت أيضا تونس خلال هذه المرحلة من تراكمات هذه الأزمة العزوف الانتخابي، أم أنه ظاهرة جديدة تضاف إلى تلك التراكمات الخاصة بالأزمة؟ شكرا لك أستاذ عبد الحي، وتحية طبعا لكل ضيوفك الكرام. هو بكل تأكيد يعني ما قاله السيد الكحلاوي غير صحيح على الإطلاق. التونسي كان دائما يشتكي من غلاء الأسعار حتى قبل الثورة، ولولا تلك الوضعية الاجتماعية لما حصلت ثورة ولما حصلت انتفاضة اجتماعية كبيرة أطاحت بنظام بن علي. بالنسبة لمسألة هنا العشرية الماضية، طبعا يناقش من كان يحكم فيها، ويعني يبدو أن الموجودين يعني في الواجهة ليس هم فقط من يحكمون، هناك مراكز نفوذ عديدة في تونس، وكثيرون تقريبا مروا بالمسؤوليات، وأغلبهم تقريبا مروا بالسلطة. فبالتالي هنا، لكن هذا طبعا نحن نتحدث عن موعد انتخابي وعن أسباب هذا العزوف. يعني لنكون واضحين من البداية ونناقش السياسة بأدوات السياسة وليس بإلقاء التهم. التونسي الآن مل من الصراعات الماضي ومل من الأزمات السابقة، ربما بعد الثورة أصبحت هناك حرية التعبير وبالتالي يناقش ويقول كل ما يريد. قبل ذلك، قبل الثورة، لم يكن هناك حرية تعبير، لذلك كل هذه المشاكل كانت تمر وهكذا، يعني لا يسمع بها حد. التونسي يسمع بأخبار بلده في الإعلام الأجنبي. نفس الشيء كذلك، الثورة حققت إنجازات، وصحيح هناك إخفاقات هذا موجود، ولكن عشرات الآلاف من التونسيين ومن العاطلين ومن الآلية 16 وغيرهم ممن وقع ترسيمهم وتشغيلهم، بالإضافة إلى طبعا تعطيلات عديدة حصلت في يعني في 10 سنوات الماضية، من التعطل موارد الإنتاج هنا إلى الإضرابات العشوائية إلى غير ذلك. يعني كان هناك إرادة فعلا لتعفين الأوضاع، وأوصلتنا إلى لحظة 25 جويلية.
لكن الأساسي هنا في هذا الخصوص هو لماذا عزم التونسيون على المشاركة في أو قطع التونسيون المشاركة في انتخابات الجزء الدور الأول بانتخابات 17 ديسمبر الماضي بانتظار طبعا يوم الغد. هناك طبعا سببين رئيسيين، الأول هو أحزاب تقريبا أغلب الأحزاب الوازنة في المشهد السياسي لهذه الانتخابات. هذا طبعا الأحزاب لها ماكينات حزبية، لها ماكينات انتخابية قادرة على تجييس الناس وقادرة على التعبئة. وكانت الانتخابات سابقا هي فرصة للتغيير. يعني كانت هيئة الانتخابات هيئة مستقلة، الآن هيئة الانتخابات غير مستقلة، هي معينة من طرف رئيس الدولة. هذا الفرق. التونسيون كانوا في السابق يقبلون على الانتخابات مهما كانت الأوضاع الاجتماعية سيئة حتى في العشرية الماضية، ولكن كانوا يقبلون على الانتخابات ولم نرى تلك المقاطعة وتلك النسبة المئوية الهزيلة والفضيحة فعلا يعني في تلك المرحلة، حتى أن اتحاد الشغل التأمين العام اتحاد العام التونسي الشغل والكثير من المنظمات والأحزاب دعت إلى إيقاف المسار الانتخابي واعتبرت أن مشروع الرئيس قيس سعيد قد فشل ووصل إلى النهاية، ولذلك نرى هذه المبادرات التي اليوم تحاول حلحلة هذه الأزمة. هناك أزمة سياسية حقيقية، يعني هناك الآن رئيس يمتلك كل السلطات بين يديه. يعني عندما نقول ماذا فعل سنة ونصف وما شابه ذلك، دائما المطالب بالإنجاز هو الموجود في السلطة. عندما نرى يعني ما الذي تحقق بعد أن جمع الرئيس قيس سعيد كل السلطات بين يديه، هل نفذ وعوده التي وعد بها؟ أبسط شيء، كل الذين ساندوه يوم 25 جويلية 21 انقلبوا عليه فيما بعد، أغلبيتهم تقريبا انقلبوا عليه، فبالتالي لأنه لم يتحقق أي شيء من تلك الوعود التي أطلقها، لم يحارب الفاسدين، لم تنخفض الأسعار، بالعكس هناك اتجاه حتى في مع صندوق النقد الدولي نحو رفع الدعم. اليوم مثلا وكالة موديز الأمريكية معناها أعادت تصنيف تونس إلى مرتبة متدنية، وهذا مؤشر خطير يعني حتى في السوق المالية الدولية. بالتالي هنا عن أي يعني من يتحمل مسؤولية كل ذلك؟ يعني السياسة دائما فيها فتح الأفاق، والسياسة هي مشاريع وبرامج، والسياسة هي رؤى، والسياسة هي تصورات. لا أقول بأن الرئيس قيس سعيد سيعالج كل مشاكل البلاد أو قادر على حلحلة كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لا، لكن هناك أزمة سياسية حقيقية. إلقاء التهم على الآخرين هذا قفز وهروب إلى الأمام، وهي كذلك محاولة لعدم قراءة الواقع قراءة صحيحة. طيب الرئيس الآن يمتلك كل السلطة بيديه، يعني هل من المعقول؟ يعني في أي دولة توجد هذه؟ يعني رئيس يكتب الدستور يعني بمفرده، يصم قانون انتخابي بمفرده، لم يستشر حتى الهيئة التي نصبها من الانتخابات. يعني أي قانون انتخابي تحدث عليه السيد الكحلاوي؟ طيب في أي بلد في العالم هناك من يسوق قانون انتخابي بمفرده؟ هذا بالنسبة للمسألة الأخرى. المسألة الثانية بالإضافة إلى عزوف كما قلت بسبب مقاطعة الأحزاب الكبرى هنا، وكل الأحزاب يعني بيمينها ويسارها وإسلاميها وعلمانيها، هناك كذلك أزمة ثقة وأزمة حقيقية. يعني هل التونسي اليوم نعم هو مهموم بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية؟ لم نعش مثلا في تونس، لم نرى، لم يلاحظ المواطن البسيط أن هناك حملة انتخابية حقيقية في الشارع، لم يرى أن هناك حملة انتخابية. ما معنى اقتراع الأفراد؟ من هم هؤلاء؟ يعني هل يعقل مثلا أن نجد 7 دوائر انتخابية في الخارج بدون مرشحين؟ يعني هذا في الحقيقة كما قلت أنا هناك أزمة معقدة. والمشكل الرئيسي هنا أن الرئيس لا يعترف بوجود أزمة، والمشكل العميق أن بعض النخب التونسية كذلك للأسف الشديد طيب لا يعني ابقى معنا في هذه المسألة الرئيس في هذا الخصوص، ولم تعالج هذه المسألة معالجة عقلانية كما نراها الآن يعني للأسف في كثير من الطبقة السياسية التونسية. أستاذ سالم ابقى معنا رجاء، سأعود إليك في هذه المسألة، مسألة هذه النخبة، مسألة الإعلام، ومسألة ما أشرت إليها أيضا من التونسيين الذين من المفروض أن يكونوا في مستوى المقدمة من التعبير على هذه الأوضاع التي تعيشها تونس. أعود إليك أستاذ سعد عبيد للحديث في واقع اجتماعي محض بحت، دون أن نتحدث عن الانتخابات ودون أن نتحدث وكأن موعد الانتخابات ليس غدا. كيف يقيم الآن الأستاذ لسعد عبيد وأنت يعني نقابي وأمين عام لمنظمة نقابية في تونس، كيف يقيم مسألة
الوضع الاجتماعي في تونس وعلاقته بعمل السلطة الحالية الاقتصادي والسلطة التي بعدها، يعني حتى نتمنى أن تقيم لنا تراكمات انهيار الوضع الاقتصادي لمدة 10 سنوات مثل ما يتحدث عنه الأستاذ أحمد الكحلاوي. سيدي عبد الحي، أريد في بسرعة أن أرد على الأستاذ أحمد الكحلاوي في مسألة 10 سنوات أو مقارنة 10 سنوات بسنة ونصف، يعني وكأنه يدافع عليهم عن فكرة الكحلاوي، وكأنه أحمد الكحلاوي المناضل الشرس الذي تعلمت منه أنا كثيرا في العمل النقابي، أنه يدافع على سعيد ويبرر ما قام به سعيد في انقلاب 25 جويلية، في قمع الحريات سواء كان حريات متعلقة بالصحفيين أو بالناشطين السياسيين أو بالناشطين الحقوقيين، في المحاكمات العسكرية. هل أحمد الكحلاوي النقابي السابق في الاتحاد عام تونسول والذي تعلمنا منه كما قلت كثيرا والذي حكم بسبب أفكاره اليوم يبرر كل هذه الجرائم التي ارتكبها هذا النظام بإجارة قلم ويقارن 10 سنوات بسنة ونصف؟ يقول معناها هو حكم 10 سنين وما عنده شيء وهذا حكمنا عام ونصف. إذا فهذا التبرير والله لا كنت أنتظره أن يصدر من نقابي مثل أحمد الكحلاوي. أي أريد أن أقول لأحمد الكحلاوي الذي يدافع عن الاتحاد ويدافع عن سعيد، سامحني سامحني أستاذ في هذه النقطة أستاذ أسعد رجاء، أستاذ أسعد رجاء في هذه النقطة وتواصل في هذه النقطة برك وتواصل. أعتقد أنه الأستاذ أحمد الكحلاوي لم يقف موقفا مدافعا ولا محاميا، وإنما عبر عن فكرة معينة صدرت في باله، وهي فكرة قد يمتلكها الكثير والآلاف بل الملايين من التونسيين. واصل. تسبب في خسارة للدولة التونسية تقدر ب 13 مليار دينار بسبب الإضرابات العشوائية وبسبب الاعتصامات. فكيف يمكن أن يبرر ساحة الاتحاد من الجرائم التي ارتكبها ليضرب الاقتصاد في تونس ويضرب الوضع الاجتماعي ويهيمن وتكون لديه المونوبول النقابي في البلاد وكأنه هو الفاتق الناب؟ ثم الاتحاد عام تونسول كان يشارك في كل الحكومات منذ 2011 إلى 2021 حتى صار انقلاب معناها على الوضع الديمقراطي في البلاد، كان يشارك بأربع وزراء في كل الحكومات، معناه موجود في كل الحكومات، أربع وزراء، 10 كتاب دولة، ولاد، معتمدين، مديرين عامين، مديرين في الإدارات، إذا هو متمسك بكل مفاصل الدولة، وبعد ذلك يسمي هذه العشرية سوداء، فإن كانت سوداء فوالله هو كان السبب في سواد هذه العشرية، ليس أحد آخر، كما أني لا أبرر الساحة السياسية من الأخطاء التي ارتكبت في 10 سنوات. لأنني أنا كنت من أول ضحايا هذه الأخطاء التي ارتكبت في 10 سنوات، لكن ليس بجرد قلم نتكلم عن هذا الوضع ونبرر ساحة سعيد، ونصبح الآن ننظر لسعيد الذي يحاكم عسكريا. هل حكمت أنت عسكريا يا سي أحمد الكحلاوي في ما قبل الثورة؟ فهذا والله أراه معناها تجني كبير من نقابي شرس ومن نقابي أنا إلى حد الآن لازلت أعتقد وأنه لازال النقابي المعتدل أكثر في وقت النقاط وقت كانوا يسميون فيك اليسار بالخونج الجديد، كنت أنت يساري قومي ونحن نعرف ذلك جيدا، لكنك كنت تختلف معهم في عدة أشياء وكنت أعارضهم في الكثير من الأشياء، وكنت متخذ خط نضالي ثوري وطني خاص بأحمد الكحلاوي. اليوم تبرر انقلاب عسكري، غريب والله، غريب هذه صراحة غريبة. طيب أستاذ لسعد عبيد ابقى معنا، ويبدو أن الأمر ليس شخصيا ولن يكون شخصيا مع الأستاذ أحمد الكحلاوي، فأنت تتحدث عن فكرة يحملها أحمد الكحلاوي ويحملها الكثير ربما من التونسيين والذين يبررونها طبعا ويجدون لها آلاف المبررات. أستاذ أحمد الكحلاوي، هل الآن بإمكان قيس سعيد أن يقول أنه أنهى مساره الديمقراطي الذي اختاره بآخر انتخابات ستبدأ يوم الغد وهي الانتخابات التشريعية، وهل ستتحسن في قراءتك
نسبة المشاركة على الدور الأول، وهل سيعني ذلك الابتداء في مسار اقتصادي جديد؟ شوف، بالنسبة لنظام الانتخابات وبتحليل يعني عقلاني، مش الأمور هذه لا تعالج بحماس وغضب إلى آخره. نظام الانتخابات إذا قارنا نظام القوائم أو نظام الأفراد فسنجد هينات في هذا وذاك. مثلا نظام القوائم، شاهدنا يعني آخر انتخابات، مثلا حزب يوسف الشاهد، يوسف الشاهد يظهر لي جاب 15 نائب ولا حتى أكثر، أغلبهم من نظام البقايا. إيش معناها بقايا؟ يعني أوكي، شوف منا فمش باقي، منا فمش بقايا أرقام، منا بقايا أرقام، منا، حتى اتضح أن جماعة يوسف الشاهد آنذاك جابوا 2 فقط بالأرقام المباشرة التي حصلوا عليها، والبقية الكل جاءت مما سمي بنظام البقايا. هذا نظام البقايا نظام تحيل هو بين قوسين، ولا واحد ينجم يبرئه من التحيل. النظام على الأفراد هو نظام صعب، هذا النظام يعني يليق بالدول الراقية والراقية جدا والشعوب الراقية التي توجد في حضارة بعيدة علينا، يعني أزمنة كثيرة، وبالتالي كل نظام انتخابات فيه صعوبات، ولكن الصعوبات في بعض الأحيان من وضع النظام الانتخابي هو الذي يتحمل مسؤولية في نهاية الأمر. نحن لا نستطيع أن نتحمل نظام الأفراد، لأن طبيعة ثقافتنا وسياساتنا وعلاقاتنا ببعضنا بعض، عوائل وقراب كلها يعني تنجم تمشي على رأي واحد برك، هكا نحن ثقافتنا وتربينا هكا. أما باش تعمل لك النظام الحديدي، نظام الراقي نتاع شوف الأورديناتور اش قال واعمل الحساب بالأورديناتور وشوف الآلات الأخرى والتكنولوجيا الراقية اش تقول إلى آخره، هذا نظام بعيد وبعيد. ولكن نظام القوائم هو أيضا نظام تاع سرقة وتحيل، وهذا اتضح كل الأحزاب الأخرى تقريبا اللي نجحت أغلبيتها، العدد الكبير اللي حصلت عليه بفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد خلي ندير واحد الملاحظة، خلي ندير واحد الملاحظة، عذرا على المقاطعة أستاذ أحمد الكحلاوي، فقط واحد الملاحظة تتراءى للتونسيين ولمشاهدينا عموما. المشكلة ربما ليست فقط في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ولا في نظام الانتخابات التشريعية، الكثير من الملاحظات والكثير يعني من الرفض ومن التونسيين الرافضين بدأوا من الدستور، يعني من إلغاء دستور 2014 وتغييره في 25 من جويلية، دستور واحد قام به الرئيس وبعد وقع في أخطاء وبعد عاود هو صح وبعد طرحه. والمسألة إذن مش مسألة قانون انتخابي لتشريعيات فقط، وإنما هي حلقات من إن صح التعبير مسلسل إصلاحي يبدو أنها كلها قد تعرضت للانتقادات. شوف يا أخي، أنا بديت بالنقطة هذه فقط، حبيت حتى نوضح أنه نظام الانتخابات راهي مش مسألة سهلة، وكل واحد يجتهد، وفي الاجتهادات عادة ما يعني تتسرب الأخطاء. أما فيما يتعلق بغير ذلك، مثلا أن للأستاذ قيس سعيد خريطة طريق، نعم له خريطة طريق والتزم بها، وهو الآن تقريبا في أواخر يعني ما يتعلق بخريطة الطريق هذه. خلينا نبدأ بالدستور. والله أنا فهمت من لهجتك أخي أنك جزائري بن قصي، هكا يضري، وأنا سعيد أن أخاطب جزائري أو مغربي أو موريتاني، كنا ليبي كنا خيال. لكن حبيت نقول لك أن الدستور نتاعنا اللي أشرت سيادتك الآن، دستور 2014، انا اؤكد لكم بان هذا الدستور هو دستور بريمر الذي حكم على العراق وسيطر على العراق، وهذا الدستور كله الغام. دستور كان يهدف الى الفتنه في البلاد، يزرع الفتنه في البلاد، هو يريد ان يتخاصم الشمال مع الجنوب والوسط مع الشرق والغرب الى اخره. دستور بريمر هذا الذي وضعه أحد الأمريكان على مكتب البادي قيس السبتي الذي عين في بدء الأمر رئيس حكومة بل يولي رئيس جمهورية، وقال له هذا هو الدستور،
بقينا 3 سنوات واحنا نناقش في دستور، اتضح في نهاية الأمر أنه دستور فتنة وحرب أهلية، وكان هناك من يريد هذه الفتنة ومن يريد هذه الحرب الأهلية. فعندما جاء الأستاذ قيس سعيد وألغى هذا الدستور، يعني نزلت هذا القرار نزل بردا وسلاما على التونسيين، لأنهم لا يريدون دستور بريمر الذي فرض على العراق وقسم العراق أن يفرض علينا ويقسمنا كتونسيين. هذه واحدة من نقاط خريطة ولا خريطة ولكن الاستفتاء ولكن الاستفتاء على الدستور. نعم، لنفترض جدلا أستاذ أحمد الكحلاوي أنه الدستور كان بمثل ما تصفه، ولكن الاستفتاء على دستور قيس سعيد لم يعبر على رفض التونسيين لدستور 2014 بالنظر للمشاركة الضعيفة جدا في ذلك الاستفتاء. يا سيدي مش هذا برد، خلينا نتحدث على الحريات والحقوق والحريات. أقسم لك بالله العظيم أن كل تونسيين تتحدث معه عن الديمقراطية والحريات يقول لك شبعنا حرية وديمقراطية. تخمة، احنا عنا بتونسي لفظة اسمها تخمة حريات وحقوق إنسان، ومئات المنظمات الأجنبية التي تتلقى مليارات من أجل أحاديث الحريات والديمقراطية، والناس ما عندهم شغل، ما عندهمش أجور، وفقر يعني يضرب البلد، وكل الأحاديث الإسلام في خطر، عمر الإسلام ما كانت في تونس في خطر. وأؤكد على هذه النقطة، هذه يعني الملحمة التي تسمى الإسلام في خطر هي كذبة. الإسلام في تونس كان دائما معززا مكرما، ولكنه كان إسلاما وطنيا لا يريد أن يتدخل الأمريكان والأنجلوساكسون في شؤوننا، الذين يقتلون أبناءنا في كل مكان. نحن لا نريد التدخل الأجنبي مثل غيرنا في بلاد المغرب العربي. طيب ابقى معنا أستاذ أحمد الكحلاوي رجاء، سأعود إليك للحديث في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مطروحة على مستوى موعدنا ومحاور حصتنا اليوم. أعود إليك أستاذ سالم بولبابا للحديث عن هذه الانتخابات. نحن نتحدث عن الديمقراطية ونتحدث عن جزء من ارتباطاتها الاجتماعية. في الحقيقة كما تعرفون أستاذ سالم وكما يعرف الكثير من مشاهدينا وأغلبهم يعرف ذلك، أن الديمقراطية لديها أدوات كاملة مكتملة، إن لم تكتمل أو يكون هناك عطب في إحداها فلن تكتمل. هناك السلطة، هناك الأحزاب، وهناك وسائل الإعلام أيضا. وبصفتك صحفي، كيف سير الإعلام التونسي التغييرات التي حدثت في تونس منذ 25 جويلية؟ وكيف سير كنت تتحدث لحظة من قبل أنه ليس هناك حملة انتخابية إطلاقا، لا على مستوى وسائل الإعلام ولا على مستوى الشارع التونسي. أين هي وسائل الإعلام من ضمن هذه الآليات الديمقراطية في تونس؟ شكرا لك. والله قبل كل شيء يعني غريب ما سمعت منذ قليل عندما يتحدث عن دستور بريمر، ولا أدري يعني هل كان يعيش معنا في تونس أم لا. يعني دستور 27 جانفي في 2014 هذا دستور خطه كل التونسيون بمختلف مشاربهم الفكرية، وبمشاركة كل منظمات المجتمع المدني بما فيه الاتحاد العام التونسي للشغل. كل التونسيين صاغوا هذا الدستور وساهموا فيه، ورأينا يوم المصادقة عليه كيف تعانق الإسلامي مع الوطني، وكيف تعانق الشيوعي مع القومي إلى غير ذلك. كل تشكيل يعني ونسبة تقريبا يعني مصادقة قياسية بالإجماع تقريبا حقق هذا الدستور. وطبعا كما تعرف الدساتير يعني دائما على الاقل حتى نعطي المعلومات الصحيحه للساده المشاهدين، دائما نتحدث هنا عن المعايير الدوليه في قبول الدساتير. الدستور الذي صاغه الرئيس قيس سعيد لم تتجاوز نسبه المصادقه عليه تقريبا 28%، في حين ان المعايير الدوليه يجب ان تكون في حدود اكثر من 50% بقليل. هذا لم يحصل. لا أدري يعني السيد الذي تحدث قبلي أنا بأي معايير يتحدث، لم أرى أي قانون انتخابي، يعني حتى اللجنة التي شكلها لصياغة الدستور يعني تجاهلها وصاغ دستوره بنفسه. يعني على كل حال نتقدم إلى الأمام، والتونسيون طبعا يعني يفرزون جيدا بين الغث والسمين. هنا عندما نتحدث عن مسألة الديمقراطية ومسألة تناول الإعلام
للشأن الانتخابي. هنا طبعا لو أردت أن تعود إلى بيانات نقابة الصحفيين سترى أن هناك تدهور في مجال حرية الصحافة في تونس منذ أن مسك الرئيس قيس سعيد بكل أدوات السلطة، وتقريبا يعني هنا حتى البرامج الحوارية لم يبقى إلا برنامج واحد يعني تلفزي بقي، وهو تقريبا تحول إلى برنامج دعائي أصلا. وكذلك يعني على مستوى الإذاعي نعم يعني ربما هناك في مجال الحملة الانتخابية الحالية إتاحة يعني صارت حملة انتخابية للمرشحين هنا في الدور الثاني إلى غير ذلك، ولكن على المستوى يعني هل يعني أول شيء نسأله هنا، هل لولا دستور 2014 لما صعد الرئيس قيس سعيد، ولولا القانون الانتخابي الذي كان موجودا في السابق لما كان الرئيس قيس سعيد رئيسا؟ القانون الانتخابي الذي أنا كتبت فيه السابق يعني انتقدته لأنه قلت لا يمنح لأي حزب فائز في الانتخابات أن يمسك السلطة، لأنه كان قانونا في حاجة إلى تعديل، لابد من عتبة انتخابية فيه، ولابد أن يعني كان ربما هذا القانون الانتخابي الذي صيغ من زمن السيد عياض بن عاشور في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هنا منذ 2011 بعد الثورة، وكان هو ربما يصلح لمجلس تأسيسي يقوم بصياغة دستور حتى يعني يساهم فيه كل التونسيون بما فيهم الأقليات، وهذا ضروري يعني في الدساتير في كتابة الدساتير. لكن بالنسبة للحكم كان لابد هنا من تعديله لتكون أي أغلبية هنا قادرة ربما على مسك السلطة والحكم، لا أن تكون مفروض عليها ربما أن أي حزب فائز أن يقوم بتحالفات أحيانا حتى ضد الطبيعة كما قيل. لكن الآن الموجود أن البرلمان القادم لن تكون هناك كتل نيابية وازنة، وسيكون بدون صلاحيات حقيقية. يعني هذا البرلمان تقريبا سيكون فيه 169 نائب، يعني أقل حتى من عدد النواب اللي كان مجلس النواب السابق، وهذا يتنافى حتى مع التطور الديموغرافي للبلاد طيب التونسية. يتنافس 262 شخص في هذا الدور أستاذ سالم على 131 مقعد، وكانوا 23 دائرة انتخابية في الدور الأول. يعني في الحقيقة كنا سنتساءل بهذا الشأن أيضا، بشأن تمثيلية في محور حصتنا هذا، بشأن تمثيلية البرلمان القادم وإنهاء هذه الحلقة، ولكن أفضل أن نتحدث يعني عن مدى انكماش دور الإعلام في دعم مسار قيس سعيد. لا يعني هنا في منا يعني هنا تحدث عن الإعلام، طبعا هناك ربما في تونس انحصر قليلا دور الإعلام، لم ليست هناك ربما المنابر التي كانت في السابق ربما يعني تتنافس في تناول الشأن العام وفي البرامج السياسية، أغلبها تقريبا تغير خطها التحريري وعدنا إلى برامج أخرى، ربما برامج للأسف أغلبها تافهة. لا أقول بأن البرامج يعني البرامج السياسية السابقة كانت يعني ذات جودة عالية، ولكن كانت هناك حريات سياسية. يعني تصور مثلا أنت أن التلفزة الوطنية مثلا لا يدخلها ممثلي الأحزاب، يعني هذا لم يحصل يعني في في يعني حتى في السابق لم يكن معهودا، يعني ممثلي الأحزاب السياسية ممنوعون من دخول التلفزة الوطنية. المسألة الأخرى كذلك يعني هي في الخط التحريري، أنا انتقدت كثيرا الإعلام التونسي، وهذه وهناك مقالات عديدة كتبتها في هذا الخصوص، انتقدت كثيرا الإعلام التونسي من زمان يعني ليس الآن، يعني لأن تعرف الإعلام ليس فقط يعني هو خط تحرير، هناك كذلك المال، المؤسسات الإعلامية طبعا تخضع لسلطة رأس المال وتخضع لخط التحريري هنا اللي هو كذلك يتدخل فيه متداخلون عديدون. ولكن هناك ربما بعض المنابر وجهت انتقادات كبيرة نعم للمسار الانتخابي الحالي، وهناك انتقادات متصاعدة يعني منذ تقريبا للدور الأول للانتخابات، هناك نعم انتقادات عديدة وعديدة جدا للمسار الانتخابي خاصة بعد المقاطعة الكبرى التي شهدها الدور الأول، ورأينا الكثير من البلاتوات الإعلامية الإذاعية خاصة يعني دعت الرئيس قيس سعيد إلى وقف هذا المسار، إلى ضرورة فمنح التشاركي والقبول ببعض المبادرات السياسية التي طرحت لحل الأزمة السياسية،
نعم. وشفنا الآن تقريبا هناك مبادرات عديدة، آخرها مبادرة أخ لحظة على أخ سائل دحي، يعني مبادرة يوم أمس، يعني مبادرة رباعي. نعم. المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الإنسانية والاجتماعية، الذين قدموا مبادرة تقريبا فيها مجموعة من الإصلاحات، ولكن يبدو أن الرئيس يتجاهل ذلك لأنه لا يؤمن بوجود أزمة، الكل يعترف بوجود أزمة حقيقية. وبالتالي هنا استغرب ان من لا يعترف بوجود ازمه، ولا ادري يعني ابقى معنا استاذ سالم، يعني حقيقه امر يعني يعصي عن الفهم. ابقى معنا استاذ سالم لعلنا نطرح الكثير من هذه الاسئله في هذا الموعد ونقترب من الفهم. استاذ الاسعد عبيد، في المنظمه التونسيه للشغل طبعا وجهتم نداء للمناضلين وللمواطنين أيضا بعدم خوض تجربة الانتخابات سواء في دورها الأول أو في هذا الدور الثاني، واهتممتم بالتوجه الاقتصادي والوضع الاجتماعي الراهن في تونس. زيارات قيس سعيد من جهة إلى بعض المحلات وتساؤله بشأن وجود بعض المواد الاستهلاكية، خليني نطرح لك السؤال الآن، لماذا وجهتم هذه الدعوة لمقاطعة الانتخابات؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل قيس سعيد كرئيس تونس لا يستمع إلى أن هناك ويلغي أن هناك مشاكل إطلاقا، ومع ذلك يتجول في الأسواق على اعتبار أنه يدري أن هناك أزمة اقتصادية؟ نعم، نحن وجهنا بيان في ثلاثة بيانات في الحقيقة في الخريطة الطريقة التي وضعها قيس سعيد، وهي الاستفتاء على الدستور، ثم بعد ذلك الانتخابات البرلمانية الأولى أو الشوط الأول كما سماه هو، وكأنها مباراة تاع كرة قدم، شوط أول شوط ثاني، ثم بعد ذلك الشوط الثاني هو غدا. فطلبنا مقاطعة هذه الانتخابات لأنها هذه الانتخابات هي لا تخضع لأي معايير لا وطنية ولا دولية، لأنه من ساغ القانون الانتخابي حتى الذي نقد أحمد الكحلاوي، نقد السيد أحمد الكحلاوي نقد القانون الانتخابي الأول، هو صحيح حتى القانون الانتخابي الأول بتاع 2010-2011 هو فيه كثير من النقائص، وهو وضع أو ضبط على أساس معين حتى يقع إقصاء تيار سياسي معروف في تونس، حتى يقع إقصاؤه أو تهميشه أو تقزيمه أو تصغير أو حتى من الحجم بتاعه أو والحد من حجمه في تونس، حتى تبقى هناك فتات موجودة في البرلمان يحصل التوافق أو لا يحصل بينهم، فدائما تكون هناك أزمة. أي أنا اعتبرته قانون انتخابي بتاع 2011 هو قانون انتخابي لخلق الأزمات داخل البلاد، وفعلا خلقت هذه الأزمات، والآن نحن في أكبر أزمة وهي أزمة الانقلاب. إذن قلت وأنه مقاطعة الانتخابات هي فقط لأنه رئيس مسك بكل الصلاحيات بتاعه بين سيدي فرضا، وأن المجموعة التي كانت في 2010-2011 حتى 2021 أي 10 سنوات ذلك هي عشرية سوداء، ومعناها نفذ كل المخزون الغذائي والمخزون المالي والمخزون كذا إلى آخره انتهى في 10 سنوات، وسعيد بعد ذلك جاء 25 جون ليوقظ البلاد. الآن لديه كل الصلاحيات، لماذا لم يوقظ البلاد؟ من المفروض أن رئيس يمسك الدولة بكل الصلاحيات اللي عنده، قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة شرعية وسلطة قضائية وجميع السلطات هو مسكها بيده، من المفروض أن يوقظ البلاد في 3-4 أشهر، لكنه في الحقيقة هو منذ أن قام بانقلاب 25 جويلة هو ذهب للضرب الاقتصاد الوطني، لضرب المخزون الوطني براش كلو، والناس كل شفناه انه ذهب الى مخازن تخزين المواد الغذائيه وضربها على اساس انها احتكار. اذا هو لا يفرق ما بين احتكار وما بين تخزين. التخزين المنظم عن طريق الدوله بمعايير تضبطها الدوله فهذا يسمى تخزين، فوقع ضربه ونصفه لانه كان لدينا مخزون غذائي لمده 6 أشهر كأقل شيء، معناه كأقل تاريخ يوجد مخزون غذائي في مسائل أخرى مدة سنة كاملة، فهذا كله ضريبة. هذا طيب. وقع نفاذه طيب في فترة سعيد اليوم هو طيب. كان ينفق بدون أن يعيد بالمخازن ما ما ما
ما أخذ منه. طيب أستاذ الأسعد رجاء خلينا أستاذ الأسعد ربي يبارك فيك رايح نطرح لك هذا السؤال لأنه والله يبقوا عنا 5 دقائق حتى نوزعوها بالتناسب وبالتساوي ما بين حضورنا. أستاذ الأسعد عبيد انتخب التونسيون في الدور الثاني وجاء البرلمان، ما هي توقعاتك لصلاحيات هذا البرلمان باختصار رجاء، وهل سيمكن بعدها قيس سعيد من المضي في إصلاحاته؟ في تقديري نعم سعيد لن ينجح لا في انتخابات ولا في صياغة أي قانون ينفع لهذه الدولة، لأننا الآن نحن ننهار والآن نحن نخطو خطوات إلى الخلف وليس إلى الأمام. إذن سعيد هو عاجز لأنه شخص واحد لا يستطيع أن يحكم البلاد، البلاد تحكم يقع نعم تقسيم الأدوار وتوزيع السلطة وإلى غير ذلك. أما جمع السلطة لدى رئيس واحد فهذه التجارب لقد كانت تجارب فاشلة في جميع أنحاء العالم وتنتهي بماذا؟ ببرابيل متفجرة فوق رؤوس الشعب، وهذا الشخص هو مثل غيره قادر أن ينسف وقادر أن يضرب هذا الشعب بكل البرابيل المتفجرة فقط من أجل بقائه في السلطة. إذا هو من المفروض أنه يستقيل لما تحصل على نسب متدنية جدا في الانتخابات او نسب في المصادقة على ما سمي بدستور سعيد، فلابد ان يستقيل. هذه الديمقراطية، هذه اركان الديمقراطية ما تقول عندما تفشل في ادارة الدولة وعندما تتردد. الان ذكر احد المدخلين انه وقع الان تصنيفنا في اخر تصنيف وهو CAA2. اذا هذا التصنيف هو كارثي، وهذا التصنيف لا يستطيع أنه بيفتح أمامك أبواب الاستثمار وأبواب التنمية وأبواب طيب. الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. طيب أستاذ نسعد عبيد يعمل الآن على من؟ على صندوق النهب الدولي وليس صندوق النقد الدولي. أنظر الآن ماذا يحدث في الدول التي نهبها صندوق النقد الدولي. نعم هو كذلك وصلت الفكرة الأخرى. أستاذ الأسعد وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الأسعد عبيد أمين عام المنظمة التونسية للشغل، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. أطرح ذات السؤال للأستاذ الكاتب والمحلل السياسي سالم بولبابا، الآن وقد بدأ الدور الثاني ونعترض أنه كانت هناك مشاركة، كيف يمكن أن يكون هناك برلمان وإجابة أستاذ سالم مختصرة دون وجود ممثلي تونس في الخارج على الأقل من هذه الجانب ومن هذه النقطة؟ نعم لا هو يعني البرلمان القادم الجميع كان في السابق ينتقد البرلمانات السابقة بسبب يعني ربما المشاهد المقرفة التي كانت موجودة فيه، لكن أعتقد أن حتى البرلمان القادم لن يشذ عن هذه القاعدة. المسألة الأخرى أن البرلمان القادم يعني سيكون أشتات، مجرد أشتات مفرقة بين كتل لا علاقة لا رابطة بينها، لأن الكثير يعني من المرشحين تقريبا قاموا بحملة انتخابية فولكلورية، رأينا يعني هناك الكثير من النكرات من ليس لديهم سيرة سياسية، وهذا البرلمان هو بدون صلاحيات حقيقية، لا يملك حتى صلاحية مراقبة رئيس الجمهورية هنا، وبالتالي هو بلا صلاحيات. لن تكون هناك كتل وازنة، سيكون يعني دور هذا البرلمان هو المصادقة على بعض المشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية، ويعني للأسف الشديد بهذا القانون الانتخابي يعني ضيفكم تحدث عن السويد وتحدث عن في الدنمارك والسياد إلى غير ذلك والدول المتقدمة، الدول المتقدمة فيها مبدأ قانوني عام في الفلسفة السياسية وفي الديمقراطية نعم هو مبدأ الفصل بين السلطات، وليس هناك فصل بين السلطات للأسف في تونس الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ سالم بولبابا، كنت معنا ناقشت معنا موضوع الملف التونسي والانتخابات التونسية. أحمد الكحلاوي نختم معك في هذا الموعد في وقت وجيز، كيف تقرأ بعد انتخاب البرلمان، كيف تقرأ المستقبل القانوني والسياسي لمشروع قيس سعيد الإصلاحي؟ يبدو
يبدو أننا فقدنا أستاذ أحمد الكحلاوي، نتأسف على ذلك، وكنا نتمنى أن يبقى معنا بواسطة عن طريق الهاتف. على كل حال منذ البداية كان سيكون معنا بسكايب، ولكن نظرا لمشكل تقني على مستواه فلم يستطع الاتصال بنا بسكايب. أشكر لكم مشاهدينا في كل مكان متابعتنا، وإلى اللقاء.